ويسعى بكل جد لتوفير الغذاء اللازم لحفظ حياته. تحدي القطط الكبيرة. أفريقيا برية شاسعة حيث سبل العيش ليست ميسورة. هنا الحصول على الغذاء غير سهل على الصياد والطريدة على حد سواء، ولكن في قمة السلسلة الغذائية منح الخالق عز وجل أكبر 3 قطط مواهب متميزة: قوة الأسد الهائلة والعمل الجماعي المنظم والمخادع، الصمت المراوغ والذكاء الفطن للنمر، وحركة الفهد السريعة الخاطفة. التحدي الكبير يجبر القطط على استخدام مهاراتها للتغلب على الصعاب في هذه البرية القاسية والخطرة، والجائزة هي الحماية والنجاة. سيتم هذا التحدي في جنوب أفريقيا على أرض محمية خاصة تسمى مالا مالا. هنا المنظر الطبيعي المتنوع يناسب استراتيجيات الصيد وأساليب الحياة المحددة للقطط الكبيرة 3. هذه هي سهب الأجمة، وهي عبارة عن مزيج من الأدغال والأجمات المعشبة مع السهول العشبية المتناثرة. مساحات هائلة وبرية غير ملوثة. إنها بيئة مثالية حيث تعيش الحيوانات المعرضة للخطر في أفريقيا وتزدهر وتتكاثر. تعد هذه البرية المثالية ملاذاً آمناً لعدد غير متناهٍ من الحيوانات الآكلة للنباتات. هنا حيث تتجمع الأعداد الكبيرة من الحيوانات للرعي، نجد حيوانات صيادة جائعة مختبئة في الحنايا ومتخفية بين الظلال المرقطة، تنتظر بصبر وجبة طعامها المقبلة. أي واحد من القطط سيهاجم يحاول اقتناص الفرص السانحة. يفضل الفهد المطاردة في النهار في أثناء استراحة القطين الكبيرين الآخرين. إن حجم أنثى الظبي مثالي لأضعف القطط 3 الكبيرة، ولكن بمعدل وزن يبلغ 43 كيلوغراما، غالبا ما تتحول أنثى الفهد إلى ضحية تخويف الحيوانات الأخرى. مع 120 كيلوغراما أو أكثر من العضل الصافي، إن حجم اللبوة يمنحها أفضلية في هذه المواجهة. لا يشكل تواجد الفهد أي تحد. بشكل فطن يجلس ذكر الفهد البالغ متوسط وزنه 60 كيلوغراما ويشاهد تحدي القطط الكبيرة هذا. وحصيلة عمل اليوم هي 1 للأسد و0 للفهود. تحدي اللبوة حرم أنثى الفهد وجبتها، وهو ثمن بسيط تدفعه في هذه اللعبة الخطرة. ولو أنها تحدت القطة الأقوى لكان يمكن أن تخسر حياتها. الحفاظ على سلامتها وسلامة صغارها ضمن أولويات سلوكها الخجول، ولكن في الوقت الحالي ما زال عليها إيجاد الغذاء لإشباعها. في عمر 3 أسابيع تعتمد الأشبال الضعيفة على أمها تماما، وعودتها تمنح الصغار وقتا رائعا للعب. ولكن بينما تستعمل الأشبال أمها لدرء العقبات، لا يمكنها أن تترك حراستها. الحيوانات المفترسة الأخرى بما في ذلك القطان الكبيران الآخران قد تقتل أشبالها من دون تردد. الآن بعد أن أصبحت تحت حمايتها أصبح بإمكانها اللعب بسعادة، ولكن عندما تذهب أمها إلى الصيد تكون بحاجة إلى المساعدة لتفادي كشف مكانها. لهذا السبب تنمو فراء الأشبال لتصبح سميكة وتكون رمادية اللون. إنها بمثابة زي تخف ضمن خلفية أعشاب السهول الطويلة. تشير إحدى النظريات إلى أن هذا اللون يجعلها تشبه غرير النحل، وهو حيوان آكل لحوم صغير وعنيف تتفاداه الحيوانات إجمالا. تشير نهاية النهار إلى موعد نوم الفهود. الحفاظ على النشاط في الليل سيزيد من خطر لقائها خصوما أقوى، أي القطين الكبيرين الآخرين المشاركين في هذا التحدي،
لذا فإن اتباع نوبة مختلفة يساعدها على تفادي المجابهة الخطرة. بالنسبة إلى الفهود، تزيد هذه الاستراتيجية من فرصها في الحصول على الغذاء الكافي. مع الظلام تظهر المخلوقات الليلية. لا يبدأ المساء بصورة جيدة بالنسبة إلى هذه النمرة الأم، فشبلها البالغ يضايقها. يشتهر النمر بطبيعته المراوغة والصامتة، ومع ذلك لم يتقن هذا الصغير بعد أي من خصائص نوعه العامة. مع مرافقة مثل هذا التابع غير المؤدب، لن تتمكن الأم من الصيد هذه الليلة. على هذا الشبل أن يتعلم طريقة عيش النمور بسرعة، لأنه يبلغ 18 شهرا وقريبا ستنتهي رابطة الأمومة، إذ عليه ترك أمه ليعيش حياة النمور النموذجية، وهي حياة انفرادية ومخفية وفطنة. في مكان قريب لا يحتاج شبل الأسد الذي يعيش مع عائلته إلى مضايقة أمه ليلعب. بعكس النمر المرقط، يمكنه الاختيار بين عدد من الأشقاء ليبقي نفسه مشغولا. مثل النمر، سينتهي قريبا وقت بقاء هذا الشبل مع العائلة. مع أن اللبوات تبقى مع قبيلتها في حياة جماعية، تغادر الذكور لبناء عائلتها ومنطقتها الخاصة بها. هذا الانفصال بين أفراد القطيع يساعد على التنوع الوراثي عند التزاوج. وصلت النوبة الليلية إلى نهايتها ليبدأ يوم جديد في سهب الأجمة. يبدو أن أكبر القطط الثلاثة لا يلاحظ تغير الوقت، وبسبب حب هذه القطط الكسولة للنوم تعمل 4 أو 5 ساعات فقط في اليوم. يبدو أن الأسود الوحيدة التي تتمتع بالنشاط هذا الصباح هي الأشبال. تتحمل معظم الأسود البالغة إزعاجات الصغار، ولكن لا يتمتع جميع الآباء بمزاج هادئ. في المنطقة المجاورة تنتقل مجموعة أخرى من الأسود بقليل من الحماسة. شكلت هذه الأسود العازبة تحالفا قبل بضع سنوات عندما تركت قبيلتها. أنهت الذكور البالغة جميع ارتباطاتها بالقبيلة، وهي تسيطر الآن على أرضها الخاصة. في أثناء الحراسة تبحث باستمرار عن فرصة لإشباع رغباتها. إنها تتبع برنامجا محددا، والصباح الباكر يشكل الفرصة المثالية للأكل. يمكن القط الأقوى أن يقتل بسهولة جاموسا يبلغ ضعفي حجمه، ولكن لا يمكن خداع الجواميس بسهولة، فحركة واحدة من الأسد في نسيم الصباح تنذر القطيع كله. بوجود حيوان مفترس في الجوار، يصبح الهجوم أفضل وسيلة للدفاع.
تنعكس الأدوار وتتحول الطريدة إلى المطارد، وتدفع قوتها الجماعية المتقدمة الحيوانات المفترسة القوية إلى التراجع. فازت الجواميس في المواجهة، ولكن من سيفوز في الجولة المقبلة؟ تبتعد الأسود التي لم تتأثر بالمواجهة بعد كشف موقعها، خسرت فرصتها في الإمساك بأحد الجواميس. الآن في منتصف الصيف لدى الجواميس سبب وجيه لتكون عدائية جدا، فهذا هو موسم الولادة الرئيسي. عادة ما تنتظر البقرة الحامل لحظة هادئة لتلد مثل فترات الصباح الباكر، فيما يرتاح الفريق ويشتر طعام الليل، كما يسمح لها ضوء النهار بالرؤية أبعد في الغابة بحثا عن أي تهديد محتمل. تحتاج سيقان المولود الجديد الضعيفة إلى شيء من الوقت لتصبح قوية بما يكفي ليتمكن من الوقوف، وتمر ساعات قبل أن يصبح الصغير قادرا على التحرك مع القطيع. حتى ذلك الحين يبقى عرضة لأي مفترس يجول قربه، هذا إذا كان الحيوان المفترس جريئا بما يكفي لمهاجمة أمه المبالغة في حمايته وبقية القطيع. وأخيرا تمكن العجل من الوقوف على قوائمه، وتدفعه الأم إلى حلماتها ليرضع رضعته الأولى. مثل الأسود العازبة فوتت أنثى الفهد وجبتها الأخيرة، ولكن بخلاف الأسود لا يمكنها اصطياد جاموس، لذا بدأت تبحث عن شيء يناسب حجمها أكثر، ولكنه كبير بما يكفي لإطعام صغارها الأربعة أيضا. إنها تطارد فريستها تماما ككل القطط الكبيرة في عملية جادة تتطلب تركيزا قويا وحذرا كبيرا من الصبر. اختارت موقعها بحذر، ولكن فجأة دفع ضجيج صاخب الطريدة إلى الهروب. لقد تخلت عن صيدها من دون أن تحاول حتى. أفسدت سنجاب اختباءها، وحتى عدوها الشهير بمئة وعشرة كيلومترات في الساعة لا يمكنه مساعدتها على الاقتراب من الظبي الآن. في المقابل يبرع النمر في الملاحقة غير الملحوظة، وحتى النمام المتيقظ جدا لا يراه إلا بعد فوات الأوان. لا يسمح سيد الخداع هذا للحيوانات الأخرى برؤيته إلا عندما تخرج إلى العلن على نحو متعمد. ترك الشبل الأخرق أمه أخيرا لتبدأ أخيرا موسم التزاوج، ولكنها بحاجة إلى إعلان استعدادها للتزاوج، لذا فهي تخاطر بجرأة خارج أرضها بينما تشير رائحتها إلى طريقها إلى أرض جارها. تحدد النمور الذكور والإناث بالرائحة حدود أرضها من خلال رش البول. في هذه الحالة ترش الأنثى بولها لتعلن عن حالتها، على أمل أن تقود آثارها الموضوعة جيدا أحد الذكور إليها، لكونها حيوانا انفراديا يعيش خارج الجماعة من دون ذكر قريب، عليها أن تبذل جهدا خاصا لزيادة نسل جنسها. كل مساء يجوب النمر الذكر أرضه لضمان عدم اختراق الدخلاء لأرضه، هذه الليلة لا تشكل أي استثناء. لقد وجد أن غريبا قد دخل أرضه، وأنها تتمتع بالجرأة لتترك رائحتها على طول طريقها، ولكن الرائحة ملأت خياشيمه وكأنها رائحة عطر ما، إنها رائحة جميلة لأنثى ما.